بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعترته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة النور، ذكر الله تعالى في الآيات السابقة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، مثل نور الله في قلب المؤمن، وهذا إيمان اليقين. بعد ذلك ذكر الله حال الروح والنفس والقلب التي تكون بعكس ذلك من عيشها في ظلمات بعضها فوق بعض، وفي أن أعمالها على غير الإيمان كسراب بقيعة. فالآن الآيات التي نحن في صدد تفسيرها، هناك آيات اليقين، إيمان القلب، والإسلام ليس هو هذه الأمور فقط. مع هذه الأمور هناك إسلام الفكر أو إسلام العقل، يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يدرسون العوالم قوانين خلقها ووجودها، قوانين نظامها وبقائها واستمرارها. لنجعل من هذا التفكر ودراسة هذه العلوم وقوانين الوجود جسراً وسلماً لنصل إلى معرفة الله من طريق الفكر والعقل والمنطق وبأسلوب القرآن الذي هو أفضل من أسلوب علم الكلام الذي قام على الفلسفة اليونانية القديمة. وفي العصر الحديث ثبت بطلان الكثير من قواعد الفلسفة القديمة اليونانية، أما فلسفة القرآن وقواعد الوحي في إثبات
الألوهية والنبوة والقيامة. فهذه كما قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فبعدما الله ذكر الإيمان والإنسان الذي فقد نور الله فعاش في ظلمات بعضها فوق بعض، فهذا الإيمان له مدرسته الذكرية. فهون راح يفتح لنا المدرسة الإيمانية العقلية الفكرية. فقال: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير؟ ألم ترى يعني انظر، ما بعينيك يعني انظر بعقلك بفكرك بدراستك، ادرس قوانين السماء، قوانين الأرض، قوانين الطير، قوانين المخلوقات، الحياة، الطبيعة، ادرس دراسة علمية حتى تصل في عمقها والإحاطة بها إلى أن تصير نتائجها كأنها مشاهدة لك ومنظورة، حتى تعطيك اليقين في إثبات الإيمان العلمي العقلي الفكري. هذا غير مدرسة الإيمان القلبي الروحي الذكري. أما الإسلام الحقيقي فهو إسلام الذكر والفكر وإسلام الروح والعقل وإسلام القلب والجسد، هذا إسلام الدين. وخلينا نرفع اسم التصوف واسم العرفان ونرفع كل المذاهب، لا نقول لا شافعي ولا حنفي ولا سني ولا شيعي، لأنه ابني سني، المسلمين السني ماشيين على سنة نبي وطريقته، لو مشوا عليها لحرروا الأرض والدنيا ووحدوها وصعدوا إلى السماء. وشيعي بالتشيع للأئمة الأحد عشر راحوا إلى مملكة السماء، ما عاد يطمحوا في الدنيا كلها ولا ينظرون إليها إلا كجناح بعوضة. فخلينا نحن نشتغل بالتشيع للقرآن وبالتسنن الصادق. فهذا بيجمع التشيع والانتصار للقرآن هو القرآن. نتشيع للإسلام، نتسنن من غير الاسم حتى نرفع الفوارق اللي عتعملنا قبيلتين وعشيرتين لا حقيقتين إسلاميتين. مسلم لا يحب أهل البيت ولا ينتصر لهم، هذا مشكوك في إسلامه أو ضعيف إسلامه علما أو إيمانا. ومسلم ما بيمشي على هدي رسول الله، فالخلاصة القرآن الآن في هذه الآيات عبدلنا على الإيمان العقلي من طريق الطبيعة، علوم الطبيعية، من علوم الفضاء، علم طبقات الأرض. قال: ألم ترى، يعني انظر واشهد وابحث واكتشف لترى تنزيه الله عز وجل وكماله في كل ما خلق في السماوات من نجوم، من كواكب، من أقمار، من طبقات فضائية، من غازات. هذا الهواء اللي عم تستنشقه أنت، هذا مركب أكسجين بنسبة كذا، هيدروجين بنسبة كذا،
أضغط بنسبة كذا. هذه المقادير في الهواء لو اختلت المقادير لاختنقنا. هذا الهواء أقصى مسافة له في الجو 500 كيلومتر، بعد 500 كيلومتر ما في هواء. فمين حبس الهواء ولزقه بالأرض وربطه وأوثقه كتافا بجنازير لا تراها العيون؟ مين؟ لحاله هذا صار. يعني إذا أن هي الكاسة إجت صدفة، والكتاب إجا صدفة، والمزياع إجا صدفة، والوردات إجوا لحالهم، حدا بيصدق؟ يا ابني ما في صنعة إلا وراء صانع، ولا موجود إلا ووراءه موجد. ألم ترى؟ فعلم الكلام ما هو الأسلوب النبوي ولا أسلوب القرآن؟ نرجع هون أربع أدلة في أربع آيات عم تثبت وجود الله، وحدانيته، قدرته، علمه بأسلوب الله. أسلوب الله أحسن لما أسلوب علم الكلام أحسن. أهل علماء الكلام هدف طيب وقصد صحيح، لكن أسلوب القرآن أفضل. أسلوب القرآن، أسلوب النبوة أفضل. ألم ترى؟ لازم تم تدرس عالم السماوات والأرض حتى تظهر لك حقائق الألوهية كأنها رأي عين. شو ترى؟ أن الله يسبح، يعني ينزهه، حتى ترى كمالاته في خلقه، في مخلوقاته، في قوانين شموسه وأقماره، في خلقه الذرة، في خلقه الذبابة، الطير، السمك. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فاللي خلق كل شيء وأعطاه كل ما يبقي وجوده، أعطاه من الأعضاء، من الإمكانات، من وسائل الحياة في خلقته ما يبقي حياته ويديمها بأجله المعلوم، ثم هداه ليستعمل هذه الأدوات وهذه الآلات لبقاء حياته. الطفل لما بيخرج من أحشاء وبطن أمه مين يهديه؟ مين علمه الرضاع ومصر الثديين؟ قد يسبح له، يقدم التنزيه والتقديس والإعظام والإكبار. من في السماوات؟ مما يدل أنه في السماوات في هذه الكواكب توجد الأحياء وتوجد الحياة، كما أنها موجودة في الأرض، وهؤلاء لهم عقول مدركة ومؤمنة وعارفة بالله. والطير صافات، هل في الأرض كمان يسبح له، سواء كان التسبيح بلسان الحال كما إذا رأيت الزهرة كيف تنفلق من جلد الغصن مملوء بالشوك، البذرة كيف تنفلق عن نخلة وعن شجرة ودوحة عظيمة، كيف جذر الشجرة عم يمتص الأغذية من التراب وبمحاولات كيماوية عم بيعملها تين وعنب، ولما تنضج بيعطيك علامة النضج، العنب يتلون، التين يتشقق، الصبارة تصفر. فهذا الحال صاير
فإذا نظرت تسبح الله على عظيم صنعه، على عظيم رحمته، على وجوده وحكمته. هذا إذا نظرت في الأرض، إذا نظرت في السماء، إذا نظرت في نفسك، كل دلائل على وجود الله. فالمسلم لو تفقه في القرآن، لو قرأ القرآن للثقافة والعلم لا للتبرك ومجرد التلاوة، وهذا يحتاج إلى قلب ذاكر طاهر وعقل نير متعلم للغة العربية وصحبة لمرشد حكيم حتى تتلقح روحه من روح المرشد، وهذه لا بد منها. لذلك كانت الهجرة في زمن رسول الله مفروضة على كل مسلم ومسلمة، ومن لم يهاجر فمأواه جهنم وساءت مصيرا. ألم ترى؟ قال هذا لازم يكون كالرؤية كالمشاهدة، علم كالمشاهدة. أن الله، فإذا واحد يقول أنا سمعت واحد ملحد، والله أخي سألني عن إثبات وجود الله ما عرفت، هذا قارئ قرآن؟ معاني القرآن ما لامست عقله ولا قلبه ولا روحه. أما إذا قرأ القرآن ما في شيء يقف أمامه، والقرآن يحتاج إلى إيمان وإلى قلب نير ذاكر حاضر طاهر. قال كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال من في السماوات؟ المسبحون والمصلون، ومن في الأرض؟ والطير. كل قد علم الله صلاته، كل بمرأى من الله ومنظر، ويعلم تسبيحه. أو كل هؤلاء المخلوقات يعلمون فريضة الصلاة لله ووجوب التسبيح لله، والله عليم بما يفعلون. ألم ترى إثبات وجود الله، إثبات عظمة الله، حكمة الله، إبداع الله، جمال خلق الله. بعدين والله كل قد علم، أنت تحت مراقبة الله، كله مسجل عند الله وعليم بكل ما يفعلون. إيه الآية هي ابني، هي تجعلك من أسعد السعداء. حث على العلم والإيمان، العلم في أولها والإيمان في آخرها، هذا دليل على وجود الله. فانظر في عالم السماوات وعالم الأرض وعالم الخلق، وانظر هالقوانين الهائلة الرائعة. مين علم النحل صناعة العسل؟ مين علمهم كيف يبنوا خلاياهم بالشكل السداسي؟ العنكبوت بيعمل جورة صغيرة من تراب ناعم ليهيئ رزقه. كل حيوان الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، يهديه إلى ما فيه بقاؤه واستمرار حياته. كأن الله يقول هي لحالة صارت، لما في قصد وفي برنامج وفي قانون وفي تعليم وفي يطلع الله عز وجل هذه العلوم في الحيوان طبعا بلا مدرسة ولا معلم. في الشوك مين بيعلم الشوك؟ صناعة العطر والورد، صباغة الألوان. مين بيعلم الهندسة؟ شوف الورد الجميلة بهندسة رائعة، شكلا رائعة، لونا رائعة، رائحة. وهي صانعها قضيب شوك. القضيب هذا هو اللي اشتغل الشغلة، هو آلة. مين اخترع الآلة؟ هذا المزياع مين اخترعه؟ الجهاز اللاقط التلفزيوني مين صنعه؟ هذه مين صنعها؟ هذه الأشياء لحالها صارت،
إذن وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء في الوجود في دليل وبرهان على وجود الله وعلى وحدانية الله. قال دليل ثاني: ألم ترى؟ بكشي قال مشاهد، لكن ما لي عميان القلوب، ما لي مطموسي العقول، ما لي ملوثي الأرواح بنجاسات الكفر والبطالة والحيوانية والبهيمية. هذه الرؤية لأصحاب العقول النيرة والقلوب الطاهرة والذاكرة، أن الله يزجي سحابا. الإزياء السوق بسهولة، بسوقه بكل لطف، ثم يؤلف بينه، ثم يجعله ركاما، بتراكم السحاب بعضه فوق بعض. هذه ركبوا الطيارات يشوفوا فوق السحاب شلون متراكم كأنه الجبال. فترى الودق يخرج من خلاله، الودق المطر. قال ايه مين اخرج السحاب؟ اللي هو بخار من مياه البحار، والبحار مالحة مرة ملح أجاج. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، من السحاب، أم نحن المنزل؟ كل هذا دليل على وجود الله يا أمي. قال وينزل من السماء من جبال، يعني من غمام وسحاب كأنها الجبال لتراكمها، من برد، ينزل البرد، البرد المطر المنعقد بشكل صلب وقاسي أقسى من الثلج ومعروف، فيصيب به بالمطر من يشاء، أو بالبرد فيصيب به من يشاء، ويصرفه عمن يشاء. فالصرف والقعط أو الإتلاف بالبرد أو النجاة من البرد، قال كله بإرادة، كله بقصد. يكاد سنا برقه، السنا هو الضوء. قال لمعان البرق يكاد لقوته يذهب بالأبصار. كيف الله أخرج النور من ظلمات الغمام؟ هذا البرق يعطي مواد في الهواء أزوتية بيسمد قطرات المطر، تنزل قطرات المطر ماء مسمدا. فقال فادرس السحاب والمطر والبرد والبرق ليكون آية ودليلا على وجود الله ووحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته وحنانه ورحمته ومحبته. برهان ثالث: قد يقلب الله الليل والنهار، يأخذ من طول الليل فيجعله في النهار فيطول النهار ويقصر الليل. فمين وبشكل مرتب مقنن معين كل سنة كل شهر كل فصل، هذا لحاله صار، هذا صدفة صار. فادرس القرآن دراسة علم، عقيدة، دليل، حجة، برهان، عمل، قدوة، تخلق. إن في ذلك، يعني في دراسة ذلك والتفكر والإحاطة بكل أهداف القرآن لعبرة، يعني لدليلا، لبرهانا، لدروسا لأولي الأبصار. ما أبصار العيون التي ترى الحيطان والسيارات، الأبصار التي ترى الحقائق.
ترى الصراط المستقيم، ترى السعادة فتميزها من الشقاوة، الأبصار التي تميز بين الحق والباطل، بين السعادة والهلكة. بعدين دليل رابع على وجود الله، والله خلق كل دابة من ماء. هذا الماء اللي هو النطفة، شلون بيصير فيل؟ هذا لحاله هي كله هي أدلة على وجود الله، على هي إثبات قدرة الله وصفات الله وذات الله ووجود الله وأخلاق الله من طريق العلم الحديث. الآن العلم الحديث هو عم يشرح القرآن، هو عم يفسر معاني وأهداف القرآن بشكل مبسط، علمي يقيني دليلي برهاني. فيا ابني فكر فكر، ويتفكرون، ليكن عندك إسلام الفكر وقبله إسلام الذكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. فالفقه هذا نحن المشايخ والعلماء ما نسمينا فقه، الوضوء والتيمم فقه، وفقه هالآيات القرآنية هذا شو اسمه؟ لك شو بنسميه؟ في زمن النبي كله كان اسمه فقه، وكان الفقيه هو الذي يلم بكل معاني وبكل أهداف القرآن العظيم، حتى كان المسلم الكامل، أولئك المسلمون هم الذين أوصلوا المسلمين في قلب الصين وفي ضواحي باريس. قال فمنهم من يمشي على بطنه، المادة واحدة، كيف اختلفت؟ من هالماء شيء يمشي على بطنه مثل الحيات والسمك والزحالف، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. التقسيم والتخطيط هذا لحاله، وفيما هو أكثر من ذلك يدخل تحت قوله يخلق الله ما يشاء. فهي عم تعلمنا قدرة الله أحسن من علم الكلام. إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، هي نزلنا لكم آيات تبين لكم ولعقولكم وجود الله ووحدانية الله وقدرة الله وإبداع الله وتنزيه الله وحكمة الله ورحمة الله وحنان الله. فهل فهمتم؟ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى الطريق الدغري الذي يوصل إلى السعادة. فالله من كل ما أنزل من السماء وكل ما أرسل من أنبياء، الله لا يربح ولا ينتفع ولا يستفيد شيئا، كلها رحمة للعالمين. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هادين مهديين، واجعلنا من العاملين الصادقين، لا تجعلنا من الكسالى المتمنين، واجمع كلمة المسلمين على كتابك الكريم وعلى ما تحبه وترضى يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعترته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله.
اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وتتبارها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر ووالدته، وإلى روح من توفي من إخواننا وأحبابنا. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم برحمتك الواسعة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.